نعم سي محمد، هناك يعني الرأي الذي تفضل به الضيوف الكرام هو نفسه الذي يعني سمعته في أكثر من طرف وأكثر من المختصين هنا في الاتحاد الأوروبي الذين تحدثوا عن تجاوز للصلاحيات. المحكمة الأوروبية يعني هي عندما قبلت أصلا بدعوى رفعها تنظيم البوليساريو التابع للجزائر، وهي نعلم جميعا أنها حركة غير معترف بها لا ككيان سياسي دولي ولا كدولة مستقلة، يعني من المعروف أن الاتفاقيات الدولية يجب أن تكون دائما بين أطراف معترف بها، أي بين دول أو منظمات دولية، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة في حالة البوليساريو. لذلك فإن الأوروبيين يعتبرون قرار محكمتهم المحكمة الأوروبية بالاعتراف بشكل غير مباشر بهذه الحركة كطرف يمكنه أن يرفع دعوى قضائية أمام محكمة أوروبية يعتبر تجاوزا صارخا للقواعد القانونية الدولية، ليس فقط في أوروبا بل الدولية في العالم. بالإضافة إلى ذلك قرار المحكمة يتجاهل سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، حيث إن الصحراء وفق الاتفاق تعتبر جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي، وأقصد الجزء التجاري في الاتفاقية. وقد أيدت العديد من الدول الكبرى ليس فقط في أوروبا هذا الموقف، وهناك دول حتى داخل أوروبا كثيرة اعترفت بمخطط أو أيدت الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل سياسي دائم وعادل للنزاع المفتعل. ومن هذا المنطلق أعتقد أن قرار المحكمة يتعارض مع هذا الواقع القانوني، مع هذا الواقع السياسي، ويظهر عيبا كبيرا في فهمها للمعطيات الدولية المتعلقة بالقضية. الأمر الأكثر إشكالية من الناحية القانونية أيضا هو أن المحكمة استندت إلى معطيات غير دقيقة، أو ربما يمكن أن نسميها بالمحرفة، لأن الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشمل في تفاصيلها وفي جزئياتها وفي بنودها جميع أقاليم المملكة المغربية، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية التي تمثل جزءا لا يتجزأ من الوحدة الترابية للبلاد. بمعنى أن المحكمة قامت بتفسير هذه الاتفاقيات بشكل منحرف، واستندت إلى ضغوطات سياسية خاصة في ظل غياب المغرب، لأنه يعتبر نفسه غير معني بهذا الجدل القانوني لأنه جدل أوروبي داخلي. لكن هنا المحكمة سمحت بأن سياسي من خارج الاتحاد الأوروبي هو الجزائر ممثلة في تنظيمها البوليساريو بأن تكون طرفا في هذه القضية، وهي طرف معادي للمغرب ولوحدتها الترابية، وطبعا هذا يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي. من الناحية السياسية كذلك الأوروبيين يعتقدون أن هذا القرار يعني يشوبه العديد من العيوب التي تعكس ربما انحيازا واضحا للمحكمة لمصالح بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى ربما لزعزعة استقرار المغرب. وهذا القرار جاء في سياق جيوسياسي مضطرب، حيث تسعى الجزائر إلى استغلال هذا النزاع ليس فقط لجلب الأضواء إلى تنظيم البوليساريو الداعمة له، بل أيضا لتقويض الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. والجزائر بالطبع التي تدعم هذا التنظيم البوليساريو هي تستخدم كما نعلم المحافل القانونية الدولية كأداة للضغط على المغرب ومحاولة إضعاف الموقف المغربي الذي يحصد الكثير من الدعم في العالم اليوم.